مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقة ان نستضيف رجل اعمال مميز او سيدة اعمال مميزة. رحبوا معي اليوم بمدام سناء، صاحبة صالون سناء. اهلا، كيفك مدام سناء؟ شو اهلا اخبارك؟ بيكم. اهلا الحمد بيكي لله حبيبتي. تمام كويس. مدام سناء، ممكن تكلمينا عن نفسك وايه الخدمات اللي بتقدمها هي الصالون؟ والله احنا الخدمات اللي بنقدمها يعني والحمد لله ولينا سيت فيها كبير. اكتر شيء بنقدم الميك اب والشعر، ومشهورين جدا طبعا بالهير ستايل جدا وبالميك اب الحمد لله يعني. واخر فتره الحمد لله بقى لنا اسم كبير في السوق وتميزنا بالشيء ده. وبالنسبه يعني بعد الميك اب والشعر بدانا يعني اكتر شيء الحمد لله بالنسبه للقصات، بالنسبه للصبغات، بالنسبه للاشياء الجديده. طبعا ماشيين على يعني على الريتم الجديد يعني، ما يعني كل في سنه تطور. بنمشي على الاشياء الجديده. الواحد بينجح لان احنا دايما متابعين الموضه، متابعين الجديد ما شاء الله. يعني. الحمد لله ده الشيء اللي احنا ماشيين عليه. وطبعا يعني بالاضافه ان الصالون بيتميز ان في مانيكير، باديكير، في حمام مغربي، في مساج، يعني الحمد لله عندنا صالون شامل كل اشياء حاجه كتير. ما شاء الله. بس احنا بنتميز اكتر شيء بالتسريحات، ان صعب بتلاقي حد يتقن التسريحات بطريقه بروفيشنال، ان يعني بشكل راقي وعلى الموضه، والشغل بيكون فيه نظافه. واي واحده بتبقى في عندها مشكله في شعرها خفيف مثلا قصير، ما عندهاش اي مشكله بتيجي عندي في الصالون بقدر احل الموضوع ده ما شاء الله. تماما. يعني حتى لو عندها مشكله ان شعرها من قدام جدا خفيف، بقدر ان انا ابين الشعر بطريقه بروفيشنال ان الشعر يكون تقيل ما فيش اي فراغات. فالحمد لله الشيء ده انا كتير يعني الحمد لله تميزت بيه جدا الحمد لله. الحمد لله مدام سناء. وانا طبعا شفت الفيديوهات ما شاء الله عليكي وعلى الهير ستايل والحاجات. لا ما شاء الله. يعني انا حاطه اشياء بس مش ده كله اللي نازل، بس الحمد لله يعني احنا دايما اللي متميزين بيه ان دايما كل فتره بنمشي بنشوف الجديد. وبشتغل على حسب الوش، اشوف الزبونه ايه اللي بيناسبها. يعني دايما حتى لو الزبونه طلبت مني شيء انا شايفاه ان هو مش هيناسبها، انا ما بعملهوش. بقول لها مثلا لا ده مش هيطلع حلو عليك، ده هيطلع حلو. وفعلا بيطلع كلامي صح في البدايه، بترجع لي بتقول لي بجد كان رائع جدا الحمد لله. الحمد لله. مدام سناء، مدام سناء، امتى بداتي تاسيس الصالون؟ والله هو ده بالنسبة للصالون ده جديد بقى له سنة، بس صالوني الأساسي اللي هو بدأت فيه من 2007 في الشارقة طبعا في المجاز 3. ده صالوني اللي أول يعني بدأت فيه يعني شغلي وكفاحي وتعبي كله، والحمد لله هو كان سبب النجاح طبعا يعني بالفريق اللي كان معايا طبعا، بالستاف اللي معايا. فالحمد لله ده يعني الحمد لله. ان احنا كلنا ايد واحدة فاشتغلنا ووصلنا لاسم معين الحمد لله. فأكيد الصالون التاني هو اللي فتح ده الحمد لله. ان الحمد لو لله. احنا مش ماشيين على شغل كويس وشغل نظيف ولينا زبايننا ولينا اسمنا، ما كنتش اقدر اوصل للمستوى اللي انا فيه ده دلوقتي أكيد. الحمد لله طبعا. اكيد طبعا مدام فالحمد سناء. لله يعني الحمد التوفيق من لله. عند ربنا الحمد لله. مدام سناء، ممكن تقول لنا ايه نظرتك المستقبلية اللي عايزة تحققيها ليكي وللصالون؟ اقول الحقيقة. والله انا ان شاء الله بصراحة يعني امنية حياتي كمان افتح الفرع الثالث بدبي بامر الله ان شاء الله. ونفسي افتح بصراحة فرع باوروبا، معرفش يعني انا ده يعني لا ان شاء نفسي الله ان بإذن شاء الله. الله يعني. بس ان شاء الله الفرع الثالث بامر الله هيكون بدبي بامر الله، ان وده شاء الله. مستقبل الحمد لله. ان كل الزباين اغلبية زبايني بيجوني من دبي، فيقولي وفري علينا تعالي لنا على دبي. فان شاء الله يعني بحب ما اقول شاء الله. للجميع ان هم زبايننا ان شاء الله الفرع الثالث هيكون بدبي ان ان شاء شاء الله الله. باذن الله. واحنا من قناه ABC العربيه نتمنى لك طبعا كل التوفيق يعني ميرسي كتير ان حبيبتي، شاء الله. شرفتونا وانا سعيده جدا. واحنا اسعد اكيد. مدام سناء، حابين نعرف ايه الاوفرات او البروموشن اللي انت بتعمليها هنا في الصالون؟ والله اوقات بنيجي مثلا بنص الشهر كده، بحب ان انا ببقى عارفه ان الناس بنص الشهر طبعا الظروف بدات مش اوكي. فبحب اوقات اعمل مثلا يعني مثلا ادخل حمام مغربي مع مانيكير باديكير مع سيشوار، ده يعني ممكن ادخل معاهم واكس، ادخل معاهم تريتمنت للشعر. يعني بجيب ثلاث حاجات في بعض ان الواحد يحس انه عمل حاجه وعملنا اسعار كويسه. ما شاء الله. وفي حاجه كمان حابه اقولها يعني بالنسبه انا بعمله شيء يوم فري اللي هم الاحتياجات الخاصه.
عاملاه من كل يوم ثلاث، فطبعا الشيء ده انا عملته بحب من قلبي ما شاء الله، ولقيت عليه اقبال جدا حلو. عملت من كل يوم ثلاث للاحتياجات الخاصه، مانيكير، باديكير، سشوار، حمام كريم، كل ده انا عامله لهم فري، وبجد يعني لقيت عليه اقبال بشكل كتير حلو، وبجد انا يعني بعمله وانا سعيده جدا، واكيد بتفرحك كتير جدا ما شاء جدا الله. ويعني وحابه الناس اللي قادر يعمل حاجه يقدمها للاحتياجات الخاصه، بجد حتى سبحان الله بيبقى فيه بركه في رزقه بجد يعني، وبحس السعاده في عينيهم، وبجد وان شاء الله بفكر بامر الله للايتام كمان عم اقدم لهم حاجه برضه كل اسبوع بامر الله باذن الله. ربنا يرزقك طبعا يا رب، امين ان شاء الله خليها عليهم ان شاء الله. مدام سناء، طبعا في ظل الامن والامان الموجود هنا، وان احنا اكتر بلد معروفه بالامن والامان، ده ازاي قدر يساعد حضرتك ان انت تفتحي هنا؟ وطبعا حابين نسمع رساله شكر منك لسمو الشيخ وقاده الامارات. والله الامارات دي بلدي التانية بصراحه، انا حاسه ان انا يعني اقول لك ايه، دي بلدي التانية، وهنا بلدنا، انا بقول بلدنا يعني بصراحه، انا ما بحسش ان انا غريبه يعني، خلاص عشت هنا وخيرها البلد علينا وشيوخنا، وبجد يعني بحس ان انا في بلدي وسط اهلي يعني الحمد لله، يعني كل شيء يعني ما كنتش متوقعه بالشكل ده، وبصراحة حتى لو عشت في مصر كنت هنجح بس مش بالشكل ده. فأنا كتير مبسوطة جدا الحمد لله، ودعم الناس ليا والشيء اللي أنا حققته الحمد لله. الحمد لله دايما بالنجاح يا رب. مرسي يا حبيبتي. حابين نعرف طبعا اللوكيشن للموقع هنا لصالون مدام سناء، وكيفية التواصل للمشاهدين لمدام سناء. اللوكيشن المكان يعني في اي مكان؟ هو المكان في، لو في مكانين ممكن نقول الفرع الاول والفرع في اللي هو الفرع الاول في المجاز 3 منطقه البحيره، ده اول فرع. وبالنسبه للفرع الثاني اللي هو في مويلح، قريب من الزهية يعني، مقابل الزهية يعني، ما بيتوهش يعني، هو اي حد بيكتب على اللوكيشن دار سناء للتجميل بيطلع له على طول. ان شاء الله. شكرا مدام سناء، شرفتينا بالبرنامج ونورتينا. تسلمي حبيبتي. الله يخليك. مشاهدينا الكرام، الى هنا تنتهي حلقه اليوم، تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم ABC العربيه. دمتم بخير وفي دوام الله.